على فكرة وانت قاعد بالسيارة انت بعرقادتك كويس ما يكون راسك عامل زيك ورقبتك زيك راح تسبب ديسك لرحالك بالرقبة. فدائما تزبط قاعدتك تزبط راسك. لما حكونا في درس السواقة حط ايدك التنتين خلي ايدك التنتين هذا الاشي كويس لك عشان تزبط قاعدتك. مرن كتافك مد وارجع رجع راسك رقبتك مد وارجع هيك تحافظ على رقبتك بطريقة صحيحة ظهرك بطريقة صحيحة البوستر تبعك 100% بطل العافية.